الثالث الصيفي. أيها الإخوة الكرام، هذه الانطلاقة تمت بعون من الله وبالرعاية الكريمة منه تعالى، ونبدأ بداية حقيقة لنتعرف وإياكم لما يحدث وما يسير في قلب الميدان وفي قلب الحدث وفي صلب الحدث. نبدأ مع المركز الأول ونتعرف وإياكم على مقدمة هذا الشوط. المركز الأول مشاهدين الكرام الشاهدية محمد بن حمد الدعب المري هنا مع مقدمة هذا الشوط. إذا تعرفنا وإياكم على المركز الثاني، فالقدوم والوصول أيها الإخوة الأفاضل من كوارث لحمد بن سعيد بن سالم المحاربي هنا مع كوارث ضيف كذلك، أهلا بقدومه هنا إلى ميدان الشحانية. نبدأ مع المركز الثالث، القدوم والوصول من الشايبة علي بن سعيد بن حلفان المري. نبدأ مع المركز الرابع مشاهدين الكرام، من تأتي على المركز الرابع تصل هنا القدوم والوصول هنا من مياسة حمد بن عبد الهادي بن نايفة الهاجري، بينما هنا في المركز الخامس الخامسة تصل اشتعال لمشعل بن حمد بن حسين البريدي. هذه نتيجتنا مشاهدين الكرام في ندائنا الأول. نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط، كوارث 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 مشاهدين الكرام غيرت المقدمة واحتلت المقدمة مشاهدين الكرام. هذه كوارث حمد بن سعيد بن سالم المحاربي ضيف هنا إلى ميدان الشحانية قادم من سلطنة عمان الشقيقة خصيصا في هذا المهرجان الصيفي. يا سلام، هنا القدوم، القدوم من الشايبة علي بن سعيد بن حلفان المري مع المركز الثالث المركز الثالث القدوم والوصول هنا من بلشة عبد الهادي بن سالم بن لفجح المري. نعود وإياكم الميتين متر الأخيرة مشاهدين الكرام. يا سلام، كوارث كوارث سببت الكوارث هنا في هذا الشوط أيها الإخوة، واحتلت المركز الأول بجدارة وباستحقاق. هذه كوارث ضيفة الميدان تصل بأمان وسلام، تهانينا والناموس لمالك كوارث حمد بن سعيد بن سالم الحارد المحاربي. أما هنا في المركز الثاني فالقدوم من الشايبة علي بن سعيد بن حلفان المري المركز الثالث. وصلت في المركز الثالث الشايبة لسيد حمد بن سعيد بن محمد الحبسي. المركز الرابع تصل هنا الجزيرة لحمد بن مسفر بن علي خضوبية البري. يوم المركز الخامس فوصلت في المركز الخامس الشاهينية لصالح بن محمد بن صالح العتيبي. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الأفاضل. هذه كوارث أيها الإخوة، تنتزع هذا الناموس بقوة وبجدارة، وصلت إلى ميدان الشحانية خصيصا لهذا الشوط وانتزعته حقيقة بكل قوة وبكل جدارة. أيها الإخوة الأفاضل، نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول كوارث إلى خط النهاية. تصل كوارث إلى خط النهاية قاطعة المسافة في الدقيقتين ثمان ثواني ثمان أجزاء من الثانية. هذا هو توقيت كوارث، نهني مالكها حمد بن سعيد بن سالم المحاربي. أما في المركز الثاني مشاهدين الكرام فوصلت هنا الشايبة دقيقتين عشر ثواني ست أجزاء من الثانية. نهني مالك الشايبة علي بن سعيد بن حلفان المري. يوم المركز الثالث المركز الثالث مشاهدين الكرام الشايبة قطعت المسافة في دقيقتين 11 ثانية ست أجزاء من الثانية. نهني مالك الشايبة حمد بن سعيد بن محمد الحبسي، كما نشكر مخرجنا مشاهدين الكرام المتواصل معنا بالتوقيت الزمني ونعتذر.